ارحب بحضراتكم والدنيا بخير. صحابة رسول الله كانت حياتهم عبرة وسيرتهم درس في التأثير. علمونا الصبر والوفاء وصدق الإيمان والحكمة وحسن التقدير. كانوا سفراء لأعظم الرسالات ونقلوا عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام رسالة التنوير. وأول السفراء عن الرسول عليه الصلاة والسلام شاب اتملأ قلبه بالإيمان والخير. هو أعطر أهل مكة كلهم، الصحابي مصعب ابن عمير. يا ترى ايه هي قصة الصحابي الجليل وازاي دخل في الإسلام وكان أول السفراء؟ ده هيكون كلامنا إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. الصحابي الجليل مصعب ابن عمير لقب بأعطر أهل مكة وكان الفتى المدلل ليها. صحيح. هو مين؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، صحابة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أطيب قلوب، أعظم ناس اختارهم الله عز وجل لصحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أناس هاجروا وتركوا بلادهم وأموالهم لله رب العالمين، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. لا ينال منهم إلا مجرم. صحابة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أعظم خلق الله عز وجل بعد الأنبياء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإحنا محتاجين نخلي بالنا قوي عند الكلام عنهم، محدش هيصل أبدا إلى مرتبتهم. يكفيهم صحبة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى عظم الأجر لا يعني الأفضلية. دي نقطة مهمة جدا. من هؤلاء الصحابة سيدنا مصعب ابن عمير. من هو؟ زي ما حضرتك قلتي، الاسم مصعب، اسم الأب عمير ابن هاشم من بني عبد الدار، عيلة عظيمة جدا. ومن مآثرها أنها كانت حاملة اللواء قبل الإسلام، وده أحد أسرار أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل مصعب حامل لواء المهاجرين في بدر وأحد. شوفي حسن الاختيار، كانوا سفراء فهو من عيلة سفراء، فده برضو أحد الأسرار. يبقى هو اسمه مصعب، الأب عمير بن هاشم من بني عبد الدار، اسم أمه فاطمة العامرية. طيب تزوج من؟ اسم زوجته مفاجأة جميلة قوي بلغتنا، هو عديل سيدنا النبي، عديل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه عديل؟ يعني جوز اخته. أيوة. جوز اخت زوجته، مراته. ايوه بالظبط. يعني سيدنا النبي تزوج امنا السيده زينب بنت جحش، مصعب بن عمير جوز اختها، الله ينور على حضرتك، حمنه بنت جحش. يعني هو عديل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومتجوز مين؟ بنت عمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاجة عظيمة جدا. أنجب منها بنت واحدة بس، زينب. زينب دي تزوجت عبد الله بن عبد الله بن أمية بن المغيرة. ما شاء الله. تمام كده يا فندم؟ طيب أسلم عمره، قعدت أحسب، أنا مش لاقي عمر سيدنا عمير. فلما حسبت لقيته هو أسلم في الأوائل، في أول الـ الإسلام، يعني في الثلاث سنين الأولين سرا. مدة الإسلام 13 في مكة، وبعدين هو استشهد 3 أحد، يعني كده 16 سنة. عمره عند الاستشهاد 40. يبقى عمره عند الإسلام 24 بالضبط. يعني لما دخل الإسلام دخل عمره 24 بالضبط يا فندم، قمة الشباب زي ما حضرتك تفضلتي. أعطر أهل مكة، كان يمر في الطريق كده فيمر بعده الناس يقولون هنا مر مصعب، كحاجة كده إيه يعني باشا.
باشا قوي، عطره مميز، اولا انيق جدا، معروف بيه قوي، وجميل جدا، ومهذب قوي، ومثقف قوي، وفطن قوي، حاجه كده ايه يعني، حاجه عظيمه قوي. فمن اعطر الناس ومن اكثر الشباب في التدليل، معاه فلوس وباشا وعاقل، مش مجرد بقى ايه دلع، لا لا لا، عاقل جدا. فكان الكثير من المسلمين يتمنون هذا الشاب ان يكون معهم. فكانت المفاجاه سيدنا اقول ما ايه المفاجاه؟ طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام كان بيجتمع مع الصحابه في دار شاب في مثل سنه او اصغر شويه. الشاب ده سبحان الله غريب جدا في الدين، الارقم ابن ابي الارقم، كانت عند الصفا، احنا بنسعى بين الصفا والمروه، كانت الدار الارقم ابن ابي الارقم عند الصفا. شاب، المفاجاه انه شاهد المشاهد كلها وعمر طويلا. عايزين ندرس الارقم، اول جامعه في الاسلام، اول بيت اجتمع فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه، سيدنا النبي مع الصحابه في هذه الدار، فجاه الباب بيخبط. السسبنس اللي عامله لنا ده. اه والله. اصل انا عايش الجو. ايوه واخده بالي. اه والله حاجه كده عظمه. فتخيل يعني يا استاذه لمياء، احيانا بفكر في ايه؟ شيء يطير العقل. يعني تخيل حضرتك انا ماشي في الشارع. تستشعر المشهد وتتخيله. أيوة كانك عايشه. ايوه يا فندم. بقابل حد اقول له جاي منين؟ يقول جاي من عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. تخيلت نفسي كده لو هو بيقول لي انت رايح فين يا رمضان؟ اقول له رايح عند سيدنا النبي. دماغها هتطير. طبعا. انا متخيلهم كده هم قاعدين مع سيدنا النبي في دار الارقم ابن ابي الارقم. انت متخيل حضرتك وتبص كده يمينك تلاقي قدامك تلاقي سيدنا النبي، تبص على يمينك تلاقي سيدنا ابا بكر الصديق، تبص على شمالك تلاقي عمر بن الخطاب. الله، وجنبك حمزه بن عبد المطلب. الباب بيخبط جي مصعب بن عمير. ده الحوار يعني حاجه كده سبحان الله، اللهم لك الحمد، شيء عظيم جدا. طبعا طبعا. شيء في وسط اللي احنا فيه ده فيه تجريف روحي يا استاذه لمياء، اذا جاز لي التعبير. عارف حضرتك يعني ايه تجريف روحي؟ عارفه زمان كانوا يجرفوا الارض، التخلي عن كل شيء بقى. بس الله يبارك في عمرك، فلا تبقى صالحه للزراعه. الان يا جماعه الدنيا والزمن واعداء الاسلام واعداء الوطن واعداء الامه يجرفون نفوسنا من القيم الروحية. صحيح. اسمعوها مني، اعتبروها من المأثورات. ما تسلمش نفسك يجرفوها من الروحانيات، يجرفوها من القيم، يجرفوها من الأخلاقيات، يجرفوها من قدوتنا الصحابة. فلا تصح. الله يكبر خاطرك. فالخبط الباب مين؟ مصعب بن عمير. مصعب الكل فرحان، شاب عظيم، إضافة عظيمة للإسلام، ومن أوائل من أسلم. فرح به النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هو سلس في كل حاجة، سلس، سهل، جميل، فطن، مؤدب. فنطق مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك يا محمد رسول الله. الله، هنيئا له. فسيدنا النبي أمره أنه يخفي إسلامه لأنه كان لسه في مرحلة الدعوة سرا. ظل إسلامه سرا إلى أن رآه عثمان بن طلحة، رآه يصلي فأعلن إسلامه، فبدأت المحنة، محنة سيدنا مصعب بن عمير المرفه الجميل المعطر الأنظر وجها والأكثر شبابا والأكثر طرفا ومالا وتدللا، إذا به يعذب ويضرب ويؤذى ويحبس في لحظة إعلان الإسلام. طبعا. الأم ذات مال، فاطمة العامرية، والأب ذا مال وصاحب سطوة وقوة، إزاي يصفي ولده؟ وإحنا مسؤولين، إحنا من بني عبد الدار، حامل اللواء، مش أي حد يبقى حامل اللواء، إحنا من بني عبد الدار السفراء. فعذبوه عذابا شديدا حتى كاد يموت. ظنوا أنهم إن فعلوا ذلك وهو المدلل إنه ما يتحملش،
يا الله يا جماعة على صبر الإنسان في دين الله. الله، والله عشان عنده يقين انه ليه الصبر ليه أجر وثواب. الله من يكبر عند خاطرك، ربنا. حلو قوي دي، عشان عنده يقين بأن الصبر والأجر له أجر عند الله عز وجل. صدقتي، كأن حد بيتعب في حاجة وعارف النتيجة وعارف فعايز يوصل لها وعارف هدفها وعارف نتيجتها وعارف الغاية. الله ينور عليك. اليقين. الله يكبر خاطرك. فتحمل تحمل شديد جدا إلى أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى. ففر بدينه. فر منين؟ من النعيم، من المال. ساب كل حاجة. ساب كل حاجة لمين؟ لله رب العالمين طبعا، وفضل الغربة والفقر والتعب، بس المهم رضا ربنا. ولذلك وهو راجع سيدنا النبي قال عليه حديث غريب، قال انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه. الله، يقول على سيدنا موسى. الله، ناخد التليفون ونكمل. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا أستاذة لمى؟ الحمد لله بخير. ازيك فضيلتي الشيخ؟ الله يسلم سعادتك. أنا بحبكم قوي 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 في الليل. ربنا يبارك لك يا رب. بسم الله ما شاء الله يا فضيلة الشيخ، وجهك منور بنور الله كده. ربنا يسترك، اللهم لك الحمد. يا أستاذة لمى، الله أكبر. ربنا يكبر خاطرك. ربنا يبارك. طيبة طيبة باينة على وشك والله. ربنا يخليكي. على فكرة أنا عمري 64 سنة وبحبكم جدا. ربنا يديكي الصحة يا رب وطولة العمر. الله يخليك. طب يا فضيلة الشيخ، دلوقتي أنا بقرأ القرآن. بقرأه وأنا بصلي النوافل. بختمه يعني كل 10 أيام مرة. بس بقرأه وأنا بصلي النوافل. فهل ده في النوافل بس يا فندم مش في الفروض؟ لا، النوافل بس. الله ينور عليك. في صلاة الضحى، في سنة الظهر القبلية والبعد، يعني في النوافل بس يا فضيلة الشيخ. أحسنتي. وبعد يعني قراءة هذه القرآن ده على رأس أم وأبويا وحنايا وحماتي وأختي وابنها وصاحبة القرآن اللي أنا الكتاب اللي أنا بقرأ فيه هي متوفية. موتانا وموتى المسلمين جميعا. ما شاء الله. هل هو بيوصلها مستواه بفضيلة الشيخ؟ حاضر. حاضر. عندي كمان سؤال بس، دلوقتي ايه هو مستحب ان الواحد يقرا سوره الكهف يوم الجمعه. فانا بقراها مثلا وانا بصلي صلاه الضحى، بقراها وانا بصلي الصلاه، فهل يجوز ولا لازم اقراها بقى يعني اكون ما بصليش؟ يعني هتتحسب لي ولا اقراها مثلا وانا اكون ما بصليش؟ حاضر. حاضر. طب وكمان سؤال ممكن صغير. اتفضلي. فضل التسبيح يا فضيله الشيخ. يعني انا بسبح كتير جدا جدا وبصلي على النبي كتير جدا جدا. الصلاه والسلام. يعني طول النهار كده وانا حنفي ايه ما بيبطلش ان انا مثلا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ما شاء الله. 500 مره الصبح و500 مره بالليل، كل واحده 100 مره. وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني كل الاذكار يعني كل التسابيح بقولها. فهل دي بقى بيبقى ايه جزاءها يا فضيله الشيخ؟ حاضر. وكل سنة وانتم طيبين. حضرتك بألف خير يا رب. يا رب دعواتك يا لينا. يا انا فرحانة قوي ان انا كلمت الشيخ رمضان النهاردة. نورتي. والله يا استاذة لمياء فرحانة فرحة ما تقدر. نورتي الدنيا كلها. الله ينور. الله ينوركم بنور الله وبنور الاسلام يا رب. امين يا رب. امين. امين يا رب. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. ربنا يزيدها ويتقبل منها. حضرتك وهي بتتكلم انا استشعرت الحياء والكسوف منها. استشعرت؟ الحياء. والكسوف منها. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوفي مجهودها ازاي، وشوفي ما شاء الله بتصلي ازاي، مرتبة وعارفة هي بتقول. أيوة. ليها طقوس يومية. انت عارفة حضرتك ختمة قرآن دي كل 10 أيام، يعني حولت لرصيدها بس من بند القرآن 3 مليون حسنة. ما شاء الله. يعني شاء الله. في الشهر بس بتزود رصيد عند ربنا من بند القرآن. ما اتكلمناش صلاة، ما اتكلمناش تسبيح، ما اتكلمناش ست كبيرة ومخليه بالها من أهلها ومخليه بالها من ولادها، وست بتدعي للأب والأم والحما والحما. احنا لسه ما اتكلمناش في البنود دي. بند واحد بس تبارك الرحمن، الله يتقبل بتسعة مليون حسنة في الشهر. ما شاء الله. بند شاء بس خدم القرآن. فانت حسستينا بالاستحياء من أنفسنا من مجهودنا. ربنا يبارك فيك ويصلح حالنا وحالك. أمين يا رب. وبنطلب منك كده وإحنا على الهوا إنك ما تحرميناش من صالح دعائك.
السؤال الأول؟ السؤال الأول هي بتقرأ القرآن الكريم في النوافل وبتوهبه للأموات المسلمين والأمواتها، بيوصل لهم ولا لأ؟ وهل ده صحيح ولا لأ قراءته؟ أولا الصلاة من المصحف في الفروض لا يجوز، الصلاة من المصحف في النوافل كلها يجوز. تمام، فيبقى هي كده قراءتها صحيحة 100% صح بفضل الله وحده. إن شاء الله كل النوافل يجوز أن الإنسان يؤديها من المصحف، وتحسب له ختمة وتحسب له تلاوة وزيادة، والأدلة على ذلك كثيرة. كانوا يصلون التراويح من ذلك، وكان سيدنا ذكوان مولى أمنا السيدة عائشة يصلي بهم التراويح من المصاحف، فيجوز ذلك ولا حرج في هذا. بتقرأ وتهب مثل الثواب للوالد والوالدة والحمى والحمى وأموات المسلمين أجمعين. مسألة اختلف فيها العلماء، يجوز لا يجوز، نحولها لدعاء ويصل بإذن الله رب العالمين. طيب هو الاختلاف في ايه؟ مش احنا لما بنروح يعني المقابر او احنا بنقول ايه؟ بنقرأ الفاتحة في العزاء، بنعمل ايه؟ بنختم القرآن الكريم. الاختلاف فين هنا اذا كان القرآن او قراءة القرآن تصل او لا تصل؟ اقول لسعادتك الاختلاف مسألة علمية. تمام؟ فمن نظر الى ان القرآن نزل ليكون قانون ونبراس ودستور فقط نتبعه فقال لا يصل. يا عمي الدليل ايه؟ قال لينذر من كان حيا. طيب وعاب بقى، يعني يا جماعة القرآن نزل ليس ليعلق على صدور الفتيات ولا ليقرأ على الأموات ولا ليتخذ للديكور في السيارات. تمام؟ وعاب وقال انت تبقى ماشي في الشارع اول ما تسمع قرآن يتلى تقول مين اللي مات النهاردة، فهل هذا يليق؟ قال طيب الفريق الثاني قال لا يصل، لما نقرأ قرآن على الميت بيصل. طب بيصل ازاي؟ قال انت ناسي ان القرآن من تنزلاته البركة. هو دستور قانون لكنه ايضا بركة. قال الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك، فهو بركة ويبارك من قرأه، ويجوز اننا اقرأه على الملدوغ ويجوز الرقية الشرعية وهو لا يشعر به، فهو أيضا يقرأ للبركة فأجازوا ذلك. جه فريق في النص وقال طيب يلا نقرأ القرآن وبعد القرآن ندعو الرحمن وندعي ربنا إنه ربنا يأجرنا ويأجر معنا كذا وكذا وكذا، والقرآن والدعاء لا خلاف فيه. آدي السر في الموضوع. تمام. طيب هنجاوب على بقية الأسئلة، بس هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. في كل أحوالي برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، أم محمد كان ليها سؤالين تانيين، كانت بتتكلم على سورة الكهف وبتقول إن هي بتقرأها يوم الجمعة برضو وهي بتصلي في النوافل، فهل ده يجوز ولا لأ؟ هو سورة الكهف تقرأ في يوم الجمعة وليلتها، فنبدأ يجوز قراءة سورة الكهف من يوم الخميس بالليل، من المغرب يوم الخميس لحد غروب الشمس يوم الجمعة، ففي الليلة أو النهار، ويجوز أن أنا أقرأها وحدها هكذا. ويجوز أن أنا لو لي ختمة وصادفت في هذا الوقت تقرأ بالنيتين، ويجوز ان هي تقرأها في الصلاة، يعني بتصلي بها الضحى، بتصلي بها قيام الليل، يجوز ولها بذلك فضل الله بفضل الله وحده ان يغفر الله لها ما بين الجمعتين وان يجعل الله لها نورا ما بين الجمعتين. طيب نقول فضل التسبيح ولا ناخد التليفون وبعدين نجاوب؟ ناخد التليفون. طيب مدام رجاء، ازي حضرتك يا استاذه لمياء؟ اهلا وسهلا بيكي مدام رباب. ربنا يديك الصحة ويخليكي لي يا رب. ربنا يخليك. وعم الشيخ رمضان برضو ربنا يبارك في عمرك. ربنا يخليك يا عم الشيخ. انا عاوزه استشير حضرتك في حاجة. انا دلوقتي متجوزة بقالي 5 سنين، وكان معايا ولد وبنت قبل ما اتجوز الجوازة دي، بس ابوهم ميت. ماشي يا عم الشيخ، وانا متجوزة وابويا مات وسايب لي فلوس، ساب لي فلوس كان 107,000. والراجل ده يا عم الشيخ كان متجوز ومطلق ومعاه 3 عيال، من 3 عيال دول معايا ولد بربيهم برضه بربيه،
وكل ما يلاقي فلوس يا عم الشيخ ياخدها مني، وانا مش حاسه بالامان معاه، وكل ما يجي يتخانق معايا يشتمني ويضربني ويقول لي كلام مش كويس ويقول لي عاجبك عاجبك مش عاجبك مش اطلعي بره. وفي الاخر لما يجي يصالحني يقول لي لا انا ماليش حد غيرك انا بحبك ماشي، بس كل ما يلاقي معايا فلوس ياخدها مني، وانا اللي بدفع الايجار كل شهر يا عم الشيخ. ففتره حضرتك ايه كده؟ طب وانت بتدي له الفلوس اللي هو محتاج يعني؟ لا هو مش محتاج، هو بيشتغل بس بيقول لي الحياه مشاركه، وانا عشان عاوز اعيش قلت له لا وانا ماليش حد. بياخد الفلوس يعمل بيها ايه؟ يدفع الايجار 1700، انا بدفع 1000 وهو بيدفع 700. هو مش عايش معاكي؟ عايش معايا يا استاذه لميا، بس هو طريقك يعني هو بيتكلم كتير مع طريقته دي، وكتير يقولوا لي من اهله هو ممكن يرجع لها، هو ممكن يرميك وياخد الورق ويرجع لها، ممكن ياخد الورق. ده اهله اللي بيقولوا لك كده؟ اه. يعني هو اهله عارفين ان هو اساسا مش كويس؟ هو قدامي كويس ومن ورايا مش كويس، ما انا مش عارفه الحقيقه فين يا استاذه لميا. طب وانت اتجوزتي ليه؟ انا اتجوزت عشان خاطر عيشه، انا ولا ليا ام ولا ليا اب، وكنت بشتغل في محلات يا استاذه لميا، كنت بياعه في محل في وسط البلد. وكان ليا وضعي وكنت بكسب كويس، بس انا لقيته قلت عيش عيش يعني راجل معايا يعني على حياتي. استشاره عم الشيخ رمضان في اختبار. حاضر حاضر حاضر، تبين يا رب. طب جاوبها الاول اللي فضلت الشيخ. والله تحيه كريمه ليك يا استاذ رباب، ربنا يبارك فيكي ويصلح حالك ويعينك، وكل تعبك ده في ميزان حسناتك، سواء كنت بتشتغلي وانت بنت او بتشتغلي وانت متجوزه، ليك اجر وثواب، ومجهودك وتعبك ومعاناتك دي مقدره جدا عند ربنا. النقطه الثانيه ان انت بتربي دلوقتي ايتام اللي هم اولادك ثلاثه، ولادها كمان لما اللي هم معاها دول بتربيهم، فلها اجر وثواب كبير جدا عند ربنا، وتكون رفيقة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وتكوني أول من يدخل الجنة مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنصحك بما يلي: رقم واحد، قوي قوي علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، صلاة في مواعيدها وذكر لله عز وجل وورد قرآن كل يوم، قوي قوي علاقتك بربنا. رقم اثنين، خلي بالك من أولادك الأيتام ومن أولاده اللي بتربيهم، واتق الله فيهم وأحسني إليهم ولا تفرقي في المعاملة. رقم ثلاثة، الفلوس بتاعتك دي شيليها وابعديها عن إيديكي عشان خاطر ولادك لما يكبروا تكملي معاهم مسيرة التعليم، وبإذن الله ربنا يعينك وتجوزيهم. رقم أربعة، اقعدي مع جوزك واعملي قواعد لحياتك. ضرب ممنوع، شتم وسب وإهانة ممنوع، إنه ياخد من فلوس الأيتام ويسرف في صرفها ممنوع. طب وهي هي واجب يعني واجب عليها او الزام عليها ان هي تساعد في انها تدفع الايجار؟ لا لا طبعا مش واجب، الراجل هو اللي ملزم بالمصاريف، الراجل هو اللي مسؤول، الراجل هو اللي قائد للبيت، لكن من حسن العشره من الحب فيما بين الزوج والزوجه، اذا كان لدى الزوجه مال واحتاج الزوج ان تساعده بمحض ارادتها وبمحض حبها وهو يقدر لها ذلك، فتمشي الدنيا ويبقى وجعل بينكم مودة ورحمة. إنما ياخد الفلوس ويهين، طب إزاي؟ إنما تقف جنبه ويؤذي، إزاي؟ ما ينفعش بأي حال من الأحوال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن معاملة الزوج مع زوجته وقال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن كل لئيم. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، قال الله عز وجل امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. طيب ناخد آية. آية تفضلي. ألو. تفضلي، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، إزي حضرتك؟ الحمد لله بخير. لو سمحت ممكن بس اسال كم على كم حاجه ممكن؟ اتفضلي اتفضلي. اول حاجه انا عندي يقين بالله قوي الحمد لله وبصلي وعارفه ربنا، بس دلوقتي انا بابايا متوفي بقالي لسه داخل 3 سنين وكده، وانا مش بكلم يعني عمتي كده، فهي عشان خاطر هي عملت كذا حاجه وجعتنا، عملت عيد ميلاد في جوزها واتجوزت بنتها بعد ما بابا تم ال 40 او قبل ما تم ال 40، فهم عمالين يقولوا لي كلميها عشان صله الرحم عشان صله الرحم، وانا حبيت ان انا اكلمها
بس هي ما قبلتش، قال ينفع لازم اكلمها تاني انا حتى لو كنت هي ما رضيتش تكلمك؟ اه، مع ان هي اللي هي اللي وجعاني، يعني هي بابايا بعد قبل ما يتم ال 40 جوزت بنتها. طب هو ميت في شهر 10. قبل ما يتم ال 40 جوزت بنتها، وبعد ما تم ال 40 كان ساعة رأس السنة احتفلت برأس السنة، وبعد كده عملت عيد ميلاد لجوزها. فأنا هي كانت علاقتها ايه بباباكي؟ هو هي بنت وحيدة أصلا على خمسة يعني أو ستة، كانت علاقتها حلوة أوي، وبابايا كان بيحبها، وكل ما يتكلم يقول دي أختي دي أختي. ما كانش فيها علاقة يعني وحشة، أو كان فيها علاقة اللي هي مثلا خانقين أو أي حاجة. بابايا دي أصلا مات فجأة. بس دي حاجة. تاني حاجة، هو دلوقتي لو مثلا أنا مثلا لو في وقت لما ببقى مكسورة فيه أو زعلانة فيه أو حد يزعلني، مش باللي أنا معترضة، لا بقول يا ربي طب أنا دلوقتي محتاجة بابايا، أنا مش معترضة والله. قال ممكن مثلا يكون في ذنب إن أنا لما أبص مثلا للسما وأقول أنا محتاجاه دلوقتي أو الكلام ده. بس وأنا كنت مخطوبة من سنة وسبت خطيبي وكده، بس العلاقة بتاعت الخطوبة دي حسيت ده بظلم جامد أوي أوي أوي. وأنا لما بتكلم بقول حسبي الله ونعم الوكيل، قال في يوم من الأيام ربنا فعلا هيجيب لي حقي. حاضر حاضر، تبين يا ايه. طيب فضل التسبيح. نعم. أم محمد بتقول إن هي على طول ليها ورد يومي في التسبيح وحال مع ربنا سبحانه وتعالى. أجر وثواب التسبيح إيه؟ ولو لنا حلقة لوحده. نعم، ده محتاج حلقات. لكن الغاية من كل عبادة الذكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الذكر معه الفكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ذكر وفكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من الذكر التسبيح، بيحبوا ربنا قوي، ولذلك جه في القرآن الكريم بكل التصاريف اللغوية، جه بالفعل الماضي سبح لله ما في السماوات والأرض، وجه بالفعل المضارع يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض، وجه بالفعل الأمر سبح اسم ربك الأعلى، وجه بالمصدر بطريقتين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحانه وتعالى عما يشركون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله سبح نفسه، الأنبياء سبحوا ربهم. قال الله عز وجل حكاية عن سيدنا موسى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. سيدنا زكريا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الملائكة يسبحون الله عز وجل، الكون كله يسبح الله عز وجل. التسبيح يغير القدر. الدليل على طبعا الدليل على ذلك ما حدث مع سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توحيد، تسبيح، استغفار. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. بتقول إيه؟ سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. الله ينور عليك، ما شاء الله الشيخ لمية تمام على طول. الله يكبر خاطرك. وكل واحدة منهم نخلة في الجنة، فداومي على التسبيح وكطري منه. إن شاء الله نبقى نعمل له حلقة بإذن الله. طيب آية بقى، باباها المتوفي وعمتها اللي زعلانة منها. قولي لي كده السؤال الأول إيه؟ هي باباها توفى وهي خدت يعني زعلت من عمتها، لأنه عمتها يعني شبه ما احترمتش حالة الوفاة اللي موجودة والحزن اللي موجود. عملت احتفال، جوزت بنتها، عملت حفلة في رأس السنة ومش عارفة عيد ميلاد جوزها. كانت الفجوة ما بين الوفاة والحفلة الأربعين، يعني على الأربعين كانت عاملة كده. فهي زعلانة من عمتها ما احترمتش ده، فمعرفش ايه بقى اللي حصل. هل حصل كلام بينهم وبين بعض؟ هل البنت اعترضت بطريقه ممكن تكون ضايقت عمتها او ايه؟ مش عارفه. المهم ان هي حاولت تتواصل معاها عشان صله الرحم فهي رافضه. فهي بتقول هل عليها ان هي تتواصل معاها تاني ولا لازم الاثنين يتواصلوا مع بعض؟ خلي بال حضرتك، في فجوه ما بين الاثنين،
وفي افعال وتصرفات ما بين الاثنين، فلابد من سماع الاثنين عشان نقدر نحكم على الاثنين. طب الموقف نفسه بقى يا فضيلة الشيخ؟ الموقف نفسه اولا من علامات، انا ما بتهمش العامة، احنا بنتكلم بشكل عام بقى، من علامات قساوة القلب عدم الاتعاظ بالموت. اللي ما اتعظ بالموت لا تكفيه المواعظ، لان الموت اكبر واعظ، من اراد واعظا فالموت يكفيه. اذا كنا بنستهين بالموت يبقى اللي باقي اصلا. طب ولما يكون اللي مات ده اخ، الاخ ده الظهر والسند طبعا، الله اعلم بالعلاقه بينهم. طيب لازم يبقى فيه مشاعر حتى يعني تقدير للناس، تقدير للشخص اللي توفى. ده الجيران بيرعوا بالظبط، الله يبارك في عمرك، ده الناس ما بتعرفش بعضها وبتراعي. طيب النقطه اللي بعد كده، حتى احنا اتعلمنا ده في الصعيد لما كان يبقى فيه حاله وفاه وكانوا مجهزين لفرح، يتلغي يتلغي ويتأجل لحد ما أصحاب الحالة الوفاة هم اللي يروحوا لأصحاب الفرح، اعملوا فرحكم، والناس يقولوا لا يمكن، أصحاب الحالة الوفاة هم اللي يحلفوا. ومفيش صلة رحم؟ مفيش خالص، لا لا خالص، ده مجرد الإنسانية. ولما كان يحصل بطريق الاضطرار يعني مضطرين ان هم يعملوا ده لأي سبب من الأسباب، لازم يروحوا ويستأذنوا ويطيبوا خاطرهم ويتعمل في أضيق الحدود ومن غير إظهار بحاجة. الله على الحاجات الجميلة، على القيم والأخلاقيات جميلة. أين نحن من ذلك؟ فإزاي العامة ما راعتش ده زي ما راعتش وفاة الأخ؟ برضو احنا مش عارفين الخلفيات ايه، لكن على كل، على العمة أن تصل ولاد أخوها، وعلى أولاد الأخ أن يتواصلوا مع العمة، لأن قطيعة الأرحام لعنة، اللي قاطع الرحم ملعون. ما تدورش على حاجة تفلت بيها، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حتى لو القلوب زعلان ما نتخصمش، ومع التواصل بيزول الزعل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، ففيه ذنب على الاثنين، لابد ان هم يراجعوا نفسهم. طيب هل بيبقى عليها ذنب لما تتحط في موقف صعب وتبقى في احتياج لباباها، فتقول فترفع ايديها للسماء وتقول يا رب يعني انا كنت محتاجاه او انا كنت عايزاه او ايا كان الكلام اللي طبعا بتقال. هو احنا بنعترض على ايه؟ احنا نقول يا رب، بتقول مش اعتراض، ولكن وقت ما هي بتبقى يعني وقت ضيق بتقول بلسانها، ولكن القلب فيه شيء تاني، لانه الفعل نفسه يدل على ذلك. ما هو ربنا سبحانه وتعالى كفى بالله وكيلا، ما هو الكل هيموت، مننا ما ماتلوش اب وامه؟ احنا لابد من الرضا، لابد من الصبر. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. تمنع هذه الصفه وتمنع ده وتستبدل ده بايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وأفوض أمري إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده. صلي على سيدنا النبي تجد ظهره وقوة وسند غير عادي. وكفى بالله حبيبا. سريعا، نعم، سؤالها الأخير، خطيبة اللي كانت مخطوبة ليه وهي بتحاسبن، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، إن كان ظالما لها لا مانع، واصلا كلمه حسبنا الله ونعم الوكيل تفويض الامر لربنا سبحانه، ترفع الملف الى الله تبارك وتعالى. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكل في كل احوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره ثانيه. معنا النهارده فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف. فقرتنا فقره جمعيه البر والتقوى المصريه. فضلت الشيخ، واحنا بنتكلم في موضوع حلقتنا عن الصحابي مصعب ابن عمير، واكيد صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليهم حال بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى فيما يخص الصدقه واعمال الخير ومساعده الناس المحتاجه. نص الله على ذلك، الله عز وجل نص على ذلك. الم يقل الله عز وجل عن الصحابه ان هم تركوا اموالهم وديارهم وابنائهم وبلادهم من اجل الله عز وجل؟ وإيه بقى فقراء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ وآية تانية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان بهم خصاصة. وقبل الآيات دي وبعدها: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الصحابة كان لهم حال قوي جدا في الإنفاق في سبيل الله. الأنصار أسموا أموالهم مع المهاجرين. سيدنا سعد بن الربيع يأتي بسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وكان أخوه عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، سعد بن الربيع من الأنصار، آخى النبي بينهما. والمؤاخاة دي كانت شبه الأخوة في النسب، يعني كأنهم إخوات دم، وكانوا في البداية يتوارثون لحد ما ربنا سبحانه وتعالى نسخ ذلك وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فبقيت الأخوة ومنع التوارث، لكن في البداية كان فيه ميراث، يعني كان يديله من ماله وده حلال. سيدنا سعد بن الربيع، وده نموذج من الصحابة يمثل بس الصحابة، سيدنا سعد بن الربيع أغنى واحد في المدينة، ملياردير، جناين وحدائق ومزارع وخدم وحشم وعبيد وإماء وبيوت ودور وعقارات وحاجة كده ثروة طائلة. فجاء قال لي سيدنا عبد الرحمن بن عوف: إيه، هدي لك بقى كده إيه، بيت صغير ومزرعة صغيرة وشوية فلوس كده لا تمشي بيهم حالك. لا، قال له: تعالى هقسم مالي كله بيني وبينك، كل الحدائق وكل الجناين وكل المزارع بالنص بيني وبينك. لو عنده 20 مزرعة هيديله 10، كل العبيد هنقسم مع بعض كل الأموال. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك، مش عايز. يا نهار أبيض، ده ثروة بالملايين جاية لك يا عبد الرحمن. قال: لا خالص، ربنا يبارك لك في مالك وأولادك، خد فلوس، ده حقك، ده حلال 100%. فالصحابة الناس يقولوا إيه بقى؟ أين من يجود بجود سعد بن الربيع؟ أين من يكرم بكرم سعد بن الربيع؟ فيرد عليه ويقولوا إيه؟ وأين من يتعفف بعفة عبد الرحمن بن عوف؟ فعبد الرحمن قال له: لا ولا درهم. يا عبد الرحمن، قال: لا. قال له: إيه بقى؟ دلني على السوق، عنوان كتاب، دلني على السوق يا ابن يا سعد. قال له: نعم. دلني على السوق، أنا تاجر، ما فيش في جيبه جنيه واحد، فيش في جيبه درهم واحد. ما قالوش: طب اديني بقى إيه، 100 دينار كده أبدأ بيهم تجارة وبعدين أبقى أسددهم لك. لا، ما قالوش: لا أنا مش عايز كل ده لا 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 خالص، دلني على السوق. وراح باع واشترى وباع واشترى وباع واشترى. قبل ما يموت سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ملياردير الإسلام من صفر. يا نهار أبيض. آه طبعا. فهم الصحابة كان لهم حال كبير جدا مع الصدقة في سبيل الله. مصعب بن عمير اللي بنتكلم عنه، صاحب من تصدق بماله كله لله رب العالمين وتركه في جنب الله، أول من تصدق بنفسه في سبيل الله، أول سفير في الإسلام، أول من هاجر إلى المدينة، أول من دعا إلى الله عز وجل، أول من صلى الجمعة قبل سيدنا النبي في المدينة نفسها، قبل ما يوصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق بماله كله، سابه كله لله. فين احنا بقى من ذا كله؟ الله يجبر خاطري. ويجي واحد بقى لا فاهم حاجة ولا عارف حاجة ويتكلم عن الصحابة وينال من جنبه، يا راجل عيب، يا راجل اتقي الله عز وجل، اعرف الأول، افهم الأول، اتعلم الأول قبل ما تتكلم، واعرف قيمة اللي بتتكلم عنهم. فأحوالهم فظيعة يا أستاذة لميا. صحيح صحيح جدا. فلازم تعظيم سلام، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سابقون، ده حاجة كده من أعظم ما يكون. عشان إحنا بقى لما حد يتصدق ويعمل حاجة يقول لك أنا عملت وتصدقت، إحنا فين من كل ده؟ بالظبط. ولا أي حاجة، ولو قضيت عمرك كله بتتصدق. ما هو الجميل في إيه يا فندم؟ إحنا لما بنقول النماذج دي نترسم خطاهم. طبعًا. نمشي على طريقهم. يا سلام على العظمة. فأنا أول واحد علمني إن أنا أعمل أتصدق بمية في سبيل الله سيدنا عثمان بن عفان. أول من تصدق ببير في سبيل الله بئر معونة، بئر رومة، واشترى الجنة. أول من بدأ يوسع مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنت لما تتصدق بمساجد أنت بتترسم خطى سيدنا عثمان بن عفان. فاحنا بنترسم خطاهم ونمشي على هداهم. والجميل بقى لما يصل الأمر إلى درجة الإيثار على النفس، يعني مثلا أنا بإذن الله رب العالمين هعمل صك أضحية مع جمعية البر والتقوى، وأنا لي نصيب 8 كيلو 9 كيلو أيا كان ممكن توصلهم لي، أقول لهم: لا أنا تصدقت بالصك لله عز وجل وتصدقت بنصيبي قربة لله رب العالمين عشان الزمن اللي احنا فيه
والزنقة اللي احنا فيها وارتفاع الأسعار اللي العالم كله فيه، فأنا زيادة في التقرب لله تبارك وتعالى أؤثر غيري على نفسي. يا ما أكلنا هم ياكلوا نلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح نعم. صحيح، وبينتظروها من السنه للسنه، وفي ناس ما تعرفش طعمها، وفي ناس بتخاف تدوقها لا تتعود عليها فنفسها تروح ليها، ويعني احنا فين من كل ده بالظبط. والحاجه الجميله بقى ان الجمعيه منظمه جدا، يعني لازم الناس تبقى عارفه ان الانعام والابقار والجواميس والعجول والخرفان والشياه والمعيز تاتي حيه، بيجيبوها رؤوس حية صاحية ويرعونها لحد ما يجي التوقيت للذبح، يذبحوا بالطريقة الشرعية ويوزعوا بالطريقة الشرعية، لأنه بيكثر الكلام الكثير قوي اللي ملوش قيمة في مثل هذه الأوقات، لأن فيه ناس للأسف يعني يصدق عليهم مناع للخير تلاقي عمال يطلع يشكك. اه بالظبط، فيخلي البني ادم بعد ما كان هياخد الخطوه دي يشك فيرجع تاني في كلامه. مناع للخير، لا هو فاعل للخير ولا ساب غيره يعمله. يشكك غيره، طب ليه؟ شكك غيره هنا وهنا وهنا. لا يا جماعه، الناس دي بتعامل ربنا، الناس دي بتخاف من ربنا، الناس دي عامله حساب ربنا قبل ما تعمل حساب البشر، الناس دي تعلم جيدا ان الله عز وجل يراها، واحنا بننزل نشوف ده، ننزل قدام القوافل نشوفها، ولدرجه ان احنا ممكن الواحد فينا يفتح الكراتين يشوف ايه اللي جواها. أيوة. ويطمن على اللي موجود، ويطمن على الرايح، ويطمن على الجوده ده، عشان لما تطلع تتكلم انت بتتكلم على شيء انت رايته وحضرتك. صحيح. بتنزل صحيح. الكلام ده وبتشوفيه. وشفت طبعا كل الكلام ده، بس دايما زي ما حضرتك بتقول كده ربنا يبعت الحد اللي هو يقول لك ايه، اصل قالوا لي انه مش عارفه ما ينفعش، اصل قالوا لي قالوا له اصله لا يجوز. والله والله لو بنستريح من الشيخ قالوا ده. والله العظيم لو نخلينا في حالنا وما نقعدش نتكلم، ده انت بتاخد ذنب ان انت منعت خيره، وبتاخد ذنب ان انت قلت كلام مش متاكد منه، وبتاخد ذنب ان انت نقلت كلام في كلمه واحده وفي قعده واحده. عارف حضرتك في مثل كده يقول لك لا منه ولا كفايه شره. هو ده في ناس كده، في ناس بالظبط لا منه ولا كفايه شره، يعني لا هو تصدق ولا ساب غيره يتصدق، لا هو فعل الخير ولا ترك غيره يفعل الخير. يا عم اذا لم تقل خيرا اصمت. وبعدين اول ما البني ادم بينوي من جواه انه هو بيطلع صدقه او عايز يضحي، خلاص اتكتبت عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. مش ما خدش بقى الاجر والثواب، مش في تشكيك في انه ربنا هيتقبل ولا مش هيتقبل، ربنا رب قلوبه مطلع وشاهد على كل حاجه. ما كانش وفقه لذلك. بالظبط. انما الاعمال بالنيات. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الوصايا دايما كانوا يوصوا كده العلماء في الأثر إنه إذا أردت أن تخرج صدقة فامضها، يعني عجل، لأن التأني في كل شيء خير إلا في عمل الخير. صحيح. التأني في كل شيء خير إلا في عمل الخير. إذا أردت أن تخرج صدقة فأمضها. ليه؟ قال لك لأن الشيطان يظل يشكك الإنسان ويذكره الأحمال ويذكره الدنيا وحاجة الأولاد حتى لا يتصدق. لأنه يعلم أن الإنسان بالصدقة مهما كانت قليلة، الصدقة دي مال دفعته، وصلة مية عملتها، فلاتر مية عملت، محطة مياه، أضحية، مساهمة في بناء مستشفى، مساهمة في بناء مسجد، مساهمة في القوافل، أيا كانت الصدقة رب مهما كانت قليلة ربنا بيدي لك أربعة أشياء: ينزل الله البركة في مالك، يحببك إلى خلقه، يدفع عنك البلايا والعاهات، يجعل صدقتك سترا بينك وبين النار وظلا على رأسك يوم القيامة. اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي على الشاشة دي مبادرة أمان ودفع للأسر اللي ممكن يكون ما عندهاش سقف، للأسر اللي ممكن تكون عايشة عيشة غير أدمية، ما عندهمش أي حاجة تقريبا، كل الحاجات الأساسية اللي ممكن تكون أي بيت بيحتاجها زي الأكل والشرب والموبيليا وسرير يناموا عليه وكرسي يقعدوا عليه وتجاز ثلاجة غسالة، كل الكلام ده غير متاح بالنسبة لهم بالمرة. الجمعية الحقيقة بتعيد كل ده طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى، الناس اللي بتشارك وبتتبرع بأن هي يعني يعيدوا تاني بناء البيت من الأول وجديد. طبعا اللي احنا شايفينه ده قبل تدخل جمعية البر والتقوى. لفت نظري فاكرة حضرتك احنا من كام يوم كنا نازلين القافلة اللي كانت رايحة فين؟ حلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين،
كان فيها كل ده، فيها المواد الغذائية، فيها الخضروات، فيها المفروشات، فيها الأجهزة المنزلية، رايحة فين؟ حلايب وشلاتين. ناس وصلت 8000 طن مواد غذائية بالظبط يا فندم. وهترجع من حلايب وشلاتين رايحة وسط سيناء بالظبط. ايه ده؟ يعني من أقصاها إلى أقصاها نهر خير، نهر خير يعم البلاد مع جمعية البر والتقوى. الجميل إنها مش بلد دون بلد، ولا محافظة دون محافظة، ولا منطقة دون منطقة، لا ده تعم القطر كله، تعم البلاد كلها، تشوف المحتاج مين وتعمل، ولا فرق بين مسلم وغير مسلم، الكل محتاج. أي فقير أي محتاج على راس الجميع. صحيح. إحنا معاك وأسيادنا الفقراء. وشوفي حضرتك قد إيه هم لما بيعملوا الحاجة اللي تشرفهم إنها تقدمها لربنا، لأن ربنا طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالجمعية لما بتشتغل بتشتغل صح، بتشتغل بعمل منظم، بتشتغل بعمل مؤسسي، بتشتغل بعمل مترتب، وبتحاول تعمل أقصى جهدها عشان العمل يطلع طيب يليق إنه يقدم لله رب العالمين، ويليق دايما بأسيادنا الفقراء. احنا عندنا يقين في الجمعية ان احنا محتاجين اسيادنا الفقراء اكثر من حاجتنا نحن اليهم. صحيح. احنا محتاجينهم اكثر ما هم محتاجيننا. قولها تاني، وانت بتتصدق اي صدقة مع جمعية البر والتقوى مع نفسك، اعرف ان انت محتاج الفقير اكثر من حاجة الفقير ليك، لان انت لما بتدي للفقير انت ما بتديهوش رزقك، ده انت بتديله اللي ربنا اداهولك عشان توصله له. يعني هو ساعي بريد بالظبط. الله ينور عليك. يعني هو انت يلي بتتصدق انت ساعي بريد، لا الصدقه ما بتنقصش من اجلك. وتخيل بقى لما ما تطلعش فانت واخد حقه. يعني سبحانك يا رب، ترتيبه غريبه والله العظيم. ونعمة عند ربنا نعمه كبيره جدا. طبعا نعمه. يعني متخيل حضرتك انا مين انا علشان ربنا سبحانه وتعالى يبعت رزق حد عن طريقي؟ انا الحد ده ممكن يكون بيشتغل معايا، بيسوق لي، واقف امان، ايا كان. طب ما هو له رزق. فتخيل حضرتك لما ربنا سبحانه وتعالى يبعت رزقه عن طريق انا. وعشان كده سيدنا النبي يقول اخوانكم خوالكم، الناس اللي معاكم قرايبكم، جعلهم الله تحت ايديكم. لا ومش كده وبس، تخيل حضرتك الناس من اسيادنا الفقراء اللي انا بديهوله ده، ما هو ده رزقه. فتخيلوا جعله الله عن طريقي انا نعمه لنعلم ذلك. صحيح. ربنا يتقبل. أمين. نورتني يا فضيله الشيخ. بشكر حضرتك، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. انا اتكلت عليك في كل احوال.